قلبي اليمن قلبي اليمن تاريخها مقطوع على جدار الزمن من عهد من من عهد بلقيس وسبات واروى التي ملكت عدن وعهد سيف بن دياز وانت وانا من اصل واحد كلنا وانت وانا من اصل واحد كلنا ارض العروبة كلها نابت من جذور اليمن. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى لقاء جديد من برنامجكم المسابقات الجماهيري التفاعلي هذه اليمن. برنامج هذه اليمن دائما تكسبون من ورائه المعلومة وتكسبون من ورائه أيضا الجائزة المالية والجائزة العينية بدون أن تكسب القناة من ورائكم أي ريال واحد. بالتأكيد مشاهدينا الكرام فقط لا يتطلب منكم رسائل عبر الاس ام اس، انتم فقط تتصلون على الارقام الموجودة على الشاشة وعندما يمسك معكم الخط ان شاء الله حتكونوا دائما من الفائزين معنا بالمعلومة بالجائزة المالية بالجائزة العينية. بالتأكيد مشاهدين الكرام القناة الهدف منها انها تظهر هذه اليمن على الجمهور الكريم وما تحمل من معالم تراثية وأثرية وسياحية، وبالتأكيد مشاهدي الكرام لابد أن نتعرف جميعا على هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا، شماله وجنوبه شرقه وغربه، وهذا حق واجب علينا أننا نكون ملمين بما يحمل هذا الوطن الغالي من معالم ومن تراث. وبالتأكيد مشاهدي الكرام فقط ما عليكم إلا الاتصال بالأرقام الموجودة على الشاشة، وأرجو رجاء خاص مشاهدي الكرام أن هذه الأرقام الموجودة على الشاشة لا يتم الاتصال بها إلا في هذه اللحظات على الهواء مباشرة لأنها تستخدم في برامج أخرى، وبالتأكيد لا يستفيد الجمهور أي شيء عندما يتصل في وقت غير وقت البرنامج، فقط يخسر رصيد لا أقل ولا أكثر. لكن أثناء البث المباشر وفي هذه اللحظات من الساعة 11 إلى نهاية البرنامج يتم الاتصال بهذه الأرقام والتكرار والمحاولة إن شاء الله حيمسك معكم الخط، وبالتأكيد عندما تصلون إلينا لن تخرجوا خسرانين بمشيئة الله وعلى بركة الله. عشان ما نأخذ من وقتكم مشاهدي الكرام نبدأ نستقبل أول المشاركين معنا، ماجد رحمن من صعدة. السلام عليكم يا ماجد. أخي ماجد السلام عليكم. السلام عليكم. خوات مباركة كل عام وانت بخير. حياك الله بخير، دامك بخير ودام الوطن بخير. أخي ماجد نبدأ على بركة الله إن شاء الله، وإن شاء الله تكون جاهز معنا على المسابقة إن شاء الله. أنت كم كنت حاولت معنا يا ماجد حتى أمسك معك؟ من رمضان. من بداية رمضان؟ من رمضان. حياك الله تشرفنا أخي ماجد، وإن شاء الله يا رب تكون معنا من الفائزين بالجائزة كاملة إن شاء الله. وعلى بركة الله أخي ماجد نبدأ المسابقة حتى أيضا نترك مساحة أيضا لجميع المشاركين والذين يحاولون الاتصال بنا في هذه اللحظات. والآن يا ماجد ستظهر لديك مربعات بعدد المحافظات اليمنية، ماذا سيختار ماجد من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول إليها؟ إن شاء الله يعني صعدة. محافظة صعدة أخي ماجد من صعدة، واختار محافظة صعدة ليكون نقطة الوصول إليها. والمرحلة الثانية يا ماجد لديك فيها ثلاث فرص، إن أجبت على الإجابة الصحيحة يا رب تكون الجائزة كاملة من نصيبك وعلى بركة الله. نبدأ الفرصة الأولى، ماذا سيختار ماجد من بين هذه الأرقام الموجودة على الشاشة ليكون إن شاء الله من الفائزين معنا في هذه المشاركة؟ تفضل يا ماجد. رقم ثمانية. نشوف رقم ثمانية، محافظة الضالع جنوب اليمن، وبالتأكيد أخي ماجد محافظة البيضاء. وإن شاء الله حيكون السؤال سهل عليك يا ماجد من محافظة البيضاء. زرت البيضاء من قبل يا ماجد؟ لا. إن شاء الله تزورها جميع المحافظات. طبعا السؤال حيكون من البيضاء، والسؤال يقول أيه. إيش في؟ أخي ماجد
ايوه الان ماجد الان المخرج يقول لابد ان تغير الرقم لانه في مشكله الان في الكنترول، ربما ما في سؤال من محافظه البيضاء او اشكاليه معينه. على كل حال ما فيش مشكله، الرقم هو لا يطلع ولا ينزل، بامكانك ان تغير الرقم ربما يكون من صالحك، يعني ان شاء الله يكون تغيير الرقم من صالحك وتصل الى نقطه الوصول. غير الرقم يا ماجد ان شاء الله. 10 رقم 10، نشوف رقم 10 ويا رب. الصعده محافظه الصعده ايضا يا ماجد، انا مش قلت لك يا ماجد؟ ايوه ماجد. ايوه معك انت معي؟ ايوه. ايش المشكله يا شباب؟ على كل حال على كل أيوة. حال يا ماجد ايوه ان شاء الله حتبقى معنا، حتبقى معنا ان شاء الله على الاتصال، لانه في مشكله فعلا في الكنترول. الشباب ان شاء الله بيصلحوا هذه الاشكاليه وترجع الينا، وان شاء الله حتى تبقى على الخط مش مشكله، حتى لو تخسر معنا شويه بس فاصل قصير حتى يتم اصلاح هذه المشكله، ويا رب ان شاء الله ما نشوف اي مشاكل. انا حريص جدا على وقتكم مشاهدي الكرام، وحريص انه نستغل كل دقيقه عشان نستقبل كم كبير من المشاركين. على كل حال فاصل قصير ومن ثم سنعود اليكم مشاهدينا الكرام. وانت وانا من عقل واحد كلنا، ارض العروبه كلها نابت من جذور اليمن. هذه اليمن، هذه اليمن، هذه اليمن. وانت وانا من عقل واحد كلنا، ارض العروبه كلها نابت من جذور اليمن. هذه اليمن، هذه اليمن. اهلا بكم مشاهدي الكرام مره اخرى، ومعذره مره اخرى على الاشكاليه اللي كانت في الخطوط او في الرقمين الموجوده على الشاشه. على كل حال ان شاء الله يا رب ما نشوف اي مشاكل، وان شاء الله يا رب تكون المسابقه سلسه لجمهورنا الكريم. والان معنا عبد الرحمن علي، ونحاول ان نضغط انفسنا ونحاول ايضا المشاركين يسرعوا معنا في المشاركه حتى نترك ايضا مساحه فيما تبقى من وقت هذا البرنامج. معنا عبد الرحمن علي من المكلا. السلام عليكم عبد الرحمن. السلام ورحمه الله. كل عام وانت بخير يا عبد الرحمن. الجميع ان شاء الله. اوقات مباركه علينا وعليكم. جاهز يا عبد الرحمن للمسابقه؟ اي والله جاهز. طيب نبدا على بركه الله. الان امامك على الشاشه حتظهر المحافظات اليمنيه، ماذا ستختار من بين هذه المحافظات ليكون نقطه الوصول اليها يا عبد الرحمن؟ اي والله اختار المكلا. المكلا عبد الرحمن يعني علي من المكلا، واختار المكلا ليكون نقطة الوصول إليها. الآن المرحلة الثانية عبد الرحمن، الأرقام من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص فقط يا عبد الرحمن، أرجو أن تصل من خلال هذه الفرص إلى نقطة الوصول. وماذا سيختار عبد الرحمن من بين هذه الأرقام؟ بسرعة يا عبد الرحمن بسرعة، الله يرضى عليك. يلا أختار رقم 4. رقم 4، نشوف رقم 4. رقم 4 أخي عبد الرحمن، محافظة صنعاء. هل زرت صنعاء يا عبد الرحمن؟ اي والله انا هذه الايام في صنعاء. انت هذه الايام في صنعاء، حياك الله. وانا اقول ليش صنعاء منورة. على كل حال يا عبد الرحمن. ايوه نعم. السؤال حيكون من صنعاء. والسؤال يقول: كم عدد المديريات التي تحتضنها خولان؟ او منطقة خولان. نعم. كم عدد المديريات التي تحتضنها خولان؟ 5 مديريات، 7 مديريات، 6 مديريات. المحافظات التي تحتضنها خولان. المديريات التي تحتضنها خولان. والله ابغى مساعدة منك يا اخي، خير الامور وايش اوسطها ولا وين ولا؟ ابدا بسرعة يا عبد الرحمن. والله انا اقول 5 مديريات. 5 مديريات؟ اي. شوف اللي يبدا ويتوكل على الله، ان شاء الله تكون الاجابة الصحيحة، نثبت على 5 مديريات. ان شاء الله شوف الخير وثبت لما تشوف. ان شاء الله يا رب نثبت على 5 مديريات، عدد المديريات التي تحتضنها منطقة خولان. اخي عبد الرحمن علي من المكلا، اختار رقم 1 واللي هي 5 مديريات، ويا رب تكون الاجابه صحيحه. نشوف. بالتاكيد اجابه صحيحه، 10000 ريال بدايه موفقه يا عبد الرحمن. بقي لديك فرصتين، ان شاء الله تصل من خلال الفرصتين الى نقطه الوصول. الان الخيارات او الخيار لك الان يا عبد الرحمن مره اخرى من بين هذه الارقام الموجوده على الشاشه. اختار رقم 10. رقم 10، نشوف رقم 10. إب، محافظة إب. يا عبد الرحمن. أيوة نعم. معي. أسمعك نعم. أنت زرت إب من قبل ولا لا؟ أي والله يعني لا، ما زرتها مرة نهائيا. طيب إن شاء الله يا رب يكون السؤال سهل عليك يا رب. والسؤال يقول: من محافظة إب، من هو أشهر الملحنين الغنائيين في محافظة إب؟
قائد أبو هشام أو أمين حميم أو أمين مرشد عاطف، أشهر الملحنين الغنائيين في محافظة دب. أشهر الملحنين أبا مساعد يا أخي، من عندك سعد من عندك. ابدأ يا عبد الرحمن ابدأ. أنا أقول خير الأمور وسطها أمين حميم. أي ثبت على أمين حميم متأكد؟ يعني إن شاء الله أنا أقول هناك وبالمساعدة من عندك يا أخوي. ثبت على أمين حميم إن شاء الله؟ إن شاء الله. من هو أشهر الملحنين الغنائيين في محافظة إب؟ أخي عبد الرحمن علي من المكلا اختار الخيار الثاني أمين حميم ونشوف الإجابة. بالتأكيد إجابة صحيحة يا عبد الرحمن، وألف مبروك، 20,000 ريال إلى حتى الآن، ولم يبقى إلا فرصة أخيرة لديك في هذه المشاركة. يا رب تصل من خلال هذه الفرصة إلى نقطة الوصول. الآن الخيار لك مرة أخرى يا عبد الرحمن من بين هذه الأرقام والفرصة الأخيرة، ماذا ستختار من بين هذه الأرقام يا عبد الرحمن؟ أختار رقم 7 يا أخي. رقم 7 نشوف. رقم 7 البيضاء، والسؤال طبعا يا عبد الرحمن حيكون من محافظة البيضاء، ويا رب يكون سهل إن شاء الله. إن شاء الله يكون سهل. يقول السؤال، يقول كم تبعد محافظة البيضاء عن العاصمة اليمنية صنعاء؟ هل 268 كيلومتر أو 300 كيلومتر أو 250 كيلومتر؟ كم تبعد محافظة البيضاء عن العاصمة اليمنية صنعاء؟ سؤال عبد الرحمن 200 وانا اقول الاخير رقم 3 250 على الله يا اخي بالمساعده من عندك. والله لو انا عارف الاجابه ما بخلش عليك. شوف خير اللي يعني كذا ولا خير الامور هنا ولا هنا ولا اختار بسرعه لنثبت على رقم وتوكل على الله. انا اقول 250 الاختيار الثالث. نثبت على 250 يا شباب. وشوف على الله. شوفوا على الله، انا قلت لو كنت عارف الاجابه، لكن للاسف الشديد والله ما كنتش عارف، لكن ان شاء الله ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه، ومن توكل على الله فهو حسبه، وإن لم تكن صحيحة أنت في الأول والأخير كسبان معنا حتى الآن. نشوف الإجابة. للأسف يا عبد الرحمن والله كنت أود أنك تصل وتواصل معنا وتكسب الجائزة كاملة، لكن للأسف شديد الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة كانت 268، لكن أنت أيضا كسبت معنا 20,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، إضافة إلى تليفون مترو 2 من المترفون، وأيضا دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني الأكاديمي، ولديه فروع في جميع المحافظات، وأيضا دخلت معنا السحب يا عبد الرحمن على الجائزة الكبرى. إن شاء الله نهاية شهر رمضان المبارك، ويا رب تكون الجائزة من نصيبك يا عبد الرحمن، ومبروك عليك أخي عبد الرحمن، ونستقبل مشارك آخر يا رب أننا من خلال هذا البرنامج ومن خلال الدقائق القليلة المتبقية من في هذا البرنامج أننا نستقبل كم كبير من المشاركين، وأرجو أيضا من المشاركين أن يكونوا أيضا معنا سريعين في الإجابة حتى نترك مساحة أخرى بسبب خلل فني وبسبب أيضا انقطاع الاتصالات، تأخرنا في الوقت نوعا ما. ومعنا الآن صالح جعبل من لحج. السلام عليكم يا صالح. أيوة يا صالح، كل عام وانت بخير يا صالح. خير. الصوت ما بسمعش يا صالح، ماشي داري من عندك ولا من فين الآن يا صالح؟ أيوة معك صالح يا بل. كيف الحال؟ كل عام وانت بخير، خواتم مباركة. وانت بألف خير وخواتم مباركة عليك. بتتصل من تلفون سيارة يا صالح؟ أيوة نقال. أنا أرجو أنه ما تكونش التغذية ضعيفة عندك، لكن على كل حال نبدأ المسابقة على بركة الله. والآن مربعات بعدد المحافظات اليمنية، ماذا سيختار صالح من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول إليها؟ نختار 15. نشوف اختار أي محافظة. محافظة يا صالح؟ المحافظة لحج. محافظ لحج ليكون نقطة الوصول إليها. صالح جعبل من لحج اختار محافظ لحج ليكون نقطة الوصول إليها. وطبعا يا صالح المرحلة الثانية أرقام من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص فقط. إن أجبت على الإجابات الصحيحة لديك 3 فرص، يا رب تصل من خلال هذه 3 فرص إلى نقطة الوصول. والآن ماذا سيختار صالح من بين هذه الأرقام؟ 15. رقم 5 نشوف رقم 5 ماذا ستكون من محافظة الجوف. زرت الجوف يا صالح؟ لا والله ما زرتها. ما تعرفش أي شيء عن الجوف؟ لا زرت صنعاء وتعرج وهذا، لكن الجوف ما في. يا رب تزور جميع المحافظات يا صالح، وطبعا السؤال حيكون من محافظة الجوف كالتالي. السؤال يقول ما اسم الصيدلي الفرنسي الذي كان أول أوروبي يزور
محافظة الجوف، هل توماس يوسف أو فريد مالي أو ديل كارلل؟ الصيدلي الفرنسي الذي كان أول أوروبي يزور محافظة الجوف، توماس يوسف، فريد مالي، ديل كارلل. بسرعة يا صالح. توماس يوسف. توماس يوسف نثبت. يعني ساعتها. نثبت على الله إن شاء الله. يلا على الله. على بركة الله. توماس يوسف الصيدلي الفرنسي الذي كان أول أوروبي يزور الجوف. أخي صالح اختار رقم واحد توماس يوسف ونشوف الإجابة. بالتأكيد إجابة صحيحة يا يوسف يا صالح، إجابة صحيحة، وعشرة ألف ريال إلى رصيدك. بداية موفقة وإن شاء الله يا رب تصل من خلال الفرصتين القادمتين إلى نقطة الوصول. والآن الخيار مرة أخرى من بين هذه الأرقام يا صالح. نختار الرقم 17. رقم 17، شوف رقم 17 ومحافظة الحديدة. السؤال طبعا يا صالح حيكون من محافظة الحديدة، وإن شاء الله تعرف الكثير عن محافظة الحديدة. ما شجرتها بس بعرف الآخرين، لكن ما شجرتها. إن شاء الله يكون السؤال سهل المتعلق بمحافظة الحديدة، ونشوف السؤال. في أي عام شرع العثمانيون ببناء ميناء الحديدة؟ 1911، 1910، 1912. 1910 إن شاء الله. صالح. 1910 إن شاء الله. إن شاء الله، بس حاول تغير يعني. 12. وإيش؟ 1912. بسرعة يا صالح بسرعة قبل ما يخلص لعب تاني. 1911. نثبت. إن شاء الله. نثبت على 1911 عام شرع فيه العثمانيون ببناء ميناء الحديدة. أخي صالح جعبل أو جعبل من محافظة لحج اختار رقم واحد 1911. نشوف الإجابة يا رب تكون صحيحة، وبالتأكيد إجابة صحيحة 20,000 ريال. بداية أيضا موفقة، لا هذه الفرصة الثانية. باقي معك فرصة أخيرة يا صالح. يلا معك الآن لحد الآن 20,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، باقي لديك فرصة أخيرة. افتح لك يا صالح رقم 20 إن شاء الله. نشوف رقم 20 محافظة صعدة، وإن شاء الله السؤال يكون سهل من محافظة صعدة، لأن هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة لك يا صالح في هذه المسابقة. والسؤال يقول: في أي عام شيد أو شيد جامع الإمام الهادي؟ 255 هجرية أو 288 هجرية أو 269 هجرية؟ شيد جامع الإمام الهادي في محافظة صعدة. 288 إن شاء الله. متأكد يا صالح؟ إن شاء الله يعني. في أي عام شيد جامع الإمام الهادي؟ نثبت على 288 كما اختار أخي صالح، ويا رب تكون الإجابة صحيحة. إذا كانت الإجابة صحيحة أيضا صالح كسبان، وإن كانت خاطئة أيضا صالح كسبان. أؤكد أنه من يصل إلى هذه المسابقة إن شاء الله حتى لو أخطأ في سؤال ما فهو في الأول والأخير يظل معنا كسبان في هذه المسابقة، حيكسب المعلومة وأيضا حيكسب الجائزة المالية والجائزة العينية. ونشوف الإجابة. بالتأكيد يا صالح إجابة صحيحة، ومبروك 30,000 ريال مقدمة من قناة سهيل الفضائية، إضافة إلى تليفون مترو 2 من المترفون، وأيضا دورة تدريبية باللغة الإنجليزية من المعهد البريطاني الأكاديمي، وهو لديه أيضا فرع في محافظة لحج. وأيضا أخي صالح جعبل من لحج أيضا دخلت معنا السحب على الجائزة الكبرى نهاية شهر رمضان المبارك، ويا رب تكون من نصيبك يا صالح. مبروك عليك الجائزة. ومعنا الآن أنور مجاهد من صعدة. السلام عليكم يا أنور. السلام، كيف حالك أستاذ ماجد؟ حياك الله بخير، دامك بخير، وخواتم مباركة يا أنور. أنا عليك، كيف أخبارك؟ الحمد لله. جاهز المسابقة يا أنور؟ جاهز، لأن التلفون قبل يطفى رقم واحد وعلى الله. كم لك بتحاول معنا يا أنور؟ والله واصل، بنا حاول واصل. بتتصل من تلفون سيارة؟ سيارة، ولكن قبل يطفى الكرب. ها عيصل التلفون، إذا نبدأ نسرع معك على طول يا صالح، ندخل بالمسابقة على طول يا شباب عشان ما ينقطعش تلفونه. يا رب ما ينقطع تلفون على أخي أنور إلا بعد ما يكسب الجائزة كاملة. الآن يا أنور المحافظات أمامك على الشاشة، وماذا سيختار أنور من بين هذه المحافظات لنقطة الوصول إليها؟
صنعاء. صنعاء في محافظة صنعاء. أخي أنور من صعدة، واختار محافظة صنعاء ليكون نقطة الوصول إليها. الآن المربعات يا أنور من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص يا رب تصل من خلالها إلى نقطة الوصول بسرعة يا أنور عشان ما ينقطعش عليك التليفون. رقم واحد نشوف. رقم واحد محافظة شبوة، وطبعا السؤال حيكون من محافظة شبوة. أخي أنور السؤال يقول: في أي عام افتتح متحف بيحان؟ هل في عام 1960 أو 1966 أو 1963؟ سعد ماجد إن شاء الله. سعد شد حيلك. رقم واحد على الله. رقم واحد بسرعة يا أنور بسرعة. رقم اثنين نثبت على اثنين. أيوه متأكد؟ متأكد إن شاء الله. نشوف نثبتوا يا شباب على رقم اثنين. في أي عام افتتح متحف بيحان؟ أخي أنور مجاهد من محافظة صعدة اختار رقم 2 اللي هو 1966، ويا رب تكون الإجابة صحيحة. نشوف. بالتأكيد أخي أنور مجاهد إجابة صحيحة. 10,000 ريال إلى رصيدك، وبقي لديك فرصتين فقط يا رب تصل من خلال الفرصتين إلى نقطة الوصول والخيار مرة ثانية من بين هذه الأرقام يا أنور. رقم اثنين نشوف. رقم اثنين محافظة عدن. زرت عدن يا أنور؟ لا والله عدن. إن شاء الله تزورها يا رب. والسؤال طبعا حيكون من محافظة عدن كالتالي. السؤال يقول: يصل ارتفاع منارة عدن المشهورة إلى 30 متر أو 22 متر أو 21 متر؟ منارة عدن المشهورة. الوسط وعلى الله. الوسط وعلى الله. ثبت على الله ان شاء الله. حاول تغير رايك يا انور بسرعه قبل 30 متر. ها 30 متر يا استاذ مايد. بسرعه يا انور قبل ما اخلص عد التنازل بسرعه. 21 ثبت على 21. على الله. ثبت قل احنا توكل على الله. توكل على الله. ثبتوا يا شباب. يصل ارتفاع منارة عدن المشهورة إلى 21 متر كما اختار أخي أنور مجاهد، لكن الرأي الأول والأخير للكنترول، ويا رب تكون الإجابة صحيحة. نشوف. بالتأكيد إجابة صحيحة يا أنور. 20,000 ريال. 20,000 ريال إلى رصيدك يا أنور، وبقي لديك الفرصة الأخيرة يا رب تكون الجائزة من لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كويس انه استمر معك التلفون الى ان كسبت معنا 20,000 ريال اضافة الى التلفون مترو 2 من المترب فون، وايضا دورة تدريبية في اللغة الانجليزية من المعهد البريطاني الاكاديمي. وايضا اخي انور دخل السحب على الجائزة الكبرى، لانه بيقول من بداية المشاركة انه التلفون حيطفى، وبالتأكيد انا كنت حريص انه يطفى، وقد كسب معنا اقل شيء حتى ولو الجزء اليسير من الجائزة. لكن كويس اخي انور ومبروك عليك الجائزة. ومعنا علي احمد من لحج. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خواتم مباركة يا علي. علينا وعليكم. كيف الحال؟ كيف رمضان معك؟ الحمد لله. كيف رمضان؟ والله الحمد لله. بتتصل من تليفون سيارة يا علي؟ ايوه نفعل. التغطية كويسة؟ ان شاء الله. نبدأ المسابقة على طول ان شاء الله على بركة الله. انا حريص انه ما ينقطعش اي اتصال في هذه المسابقة نتيجة أنه المحاولة المستمرة من قبل الجمهور الحبيب إلى هذا البرنامج، وبالتأكيد بسبب ازدحام الخطوط لن يصل إلا بصعوبة. على كل حال الآن المحافظات اليمنية أمامك على الشاشة يا علي، ماذا ستختار من بين هذه المحافظات ليكون نقطة الوصول إليها؟ عدن. محافظة عدن. أخي علي أحمد من لحج اختار محافظة عدن ليكون نقطة الوصول إليها. وطبعا المرحلة الثانية أرقام من 1 إلى 21، ولديك 3 فرص فقط إن شاء الله تصل من خلالها إلى نقطة الوصول. الآن يا علي على بركة الله، ماذا ستختار من بين هذه الأرقام؟ نختار الرقم 3. رقم 3. نشوف. رقم 3 محافظة المهرة، وأنت من لحج أكيد تعرف أشياء كثيرة عن المهرة يا علي. إن شاء الله مش درناها بس إن شاء الله يعني. إن شاء الله ربي يكون السؤال سهل من محافظة المهرة. والسؤال يقول: في أي عام مر الرحالة بطليموس على مدينة الغيضة؟ الرحالة بطليموس في أي عام مر على مدينة الغيضة؟ 220 قبل الميلاد، 203
قبل الميلاد ومئتين قبل الميلاد. مئتين إن شاء الله. إن شاء الله مئتين قبل الميلاد. علي. إن شاء الله مئتين قبل الميلاد. إن شاء الله. مئتين قبل الميلاد. إن شاء الله إيش بسرعة يا علي. مئتين قبل الميلاد. لا يا علي هلا بسرعة يا علي. في معك 220 203 200 بسرعة يا علي. 203 نثبت على 203 نثبت يا شباب ان شاء الله بسرعة يا علي. انا ارجوك ان تختار بسرعة علشان ما يخلص عليك العدد التنازلي وبعدين ما عندكش نساعدك ولا عندك معنا. على كل حال في اي عام مر الرحلة بطليموس على مدينة الغيضة اخي علي؟ اختار رقم 203 قبل الميلاد ويا رب تكون الاجابة صحيحة. نشوف. ألف ألف مبروك علي، بداية موفقة، 10,000 ريال إلى رصيدك، وإن شاء الله تكون هذه بداية الفوز بالجائزة كاملة يا رب. وطبعا المرحلة الثانية والخطة الثانية من بين هذه الأرقام يا علي، ماذا ستختار؟ نختار الرقم 10. رقم 10 نشوف. محافظة حجة، تعرف أي شيء عن حجة يا علي؟ لا والله ما زرتها. طبعا حجة محافظة في شمال البلاد ومحافظة طبعا أيوة. جبلية وتشتهر العديد من المعالم التاريخية والأثرية. ونشوف السؤال يا علي من محافظة حجة، يقول من هو محمد مطهر زيد في محافظة حجة؟ سمعت بهذا الاسم يا علي؟ لا والله ما سمعت. هل هو شاعر أو أحد شهداء ثورة 26 سبتمبر أو أديب مفكر؟ إن شاء الله شاعر. محمد مطهر زيد إن شاء الله شاعر. بسرعة بسرعة يا علي. أديب بسرعة يا علي. إن شاء الله أديب مفكر. بسرعة يا علي بسرعة، الله يرضى عليك. الجواب الأخير يا علي. بسرعة الله يرضى عليك. الجواب الأخير. مصر على الأخير يا علي. شهادة أحد خلاص يا علي. خلاص علي ثبتنا وثبت الكنترول يا علي. شهادة أحد شهادة. أنا قلت أول ما يخلص العدد التنازلي من الصعب مساعدة أي مشارك معنا للأسف الشديد، يعني الكنترول مبرمج على هذا الأساس. أول ما يخلص العدد التنازلي أنت اخترت يا علي أحمد من لحج الخيار الثاني أو الثالث اللي هو أديب ومفكر. نشوف إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. للأسف الإجابة الصحيحة هو أحد شهداء ثورة 26 سبتمبر للأسف يا علي، لكن أيضا كسبت معنا 10,000 ريال. كنا نود أن تكسب معنا أكثر لكن للأسف شديد أنت كنت مصر على الخيار الثالث والإجابة كانت خاطئة. ونستقبل مشارك آخر. انتهى الوقت ما بنسمعكش طبعا، والله ما بنسمعك، والذي نفسي بيده أحلف لك على المصحف يا مخرج. على كل حال مشاهدي الكرام للأسف الشديد المخرج يشير إلى أن الوقت انتهى، لكن بالتأكيد البرنامج لم ينتهي بعد، لازال لدينا أيضا أيام من أيام شهر رمضان المبارك، وحيستمر معكم البرنامج في نفس الموعد إن شاء الله. اليوم صحيح حصل ضيق الوقت بسبب الخلل الفني أولا في البرنامج، وأيضا بسبب انقطاع الاتصالات من قبل وزارة الاتصالات والمواصلات، ونحن أيضا نؤكد ونكرر المناشدة أنهم رجاء خاص يشوفونا حل لهذه مشكلة الاتصالات، لأننا في هذا البرنامج خصصنا رقمين ثابتين نتيجة التغطية ضعيفة في الاستوديو، والرقمين الثابتين الرجاء خاص من جمهورنا الكريم لا يتم الاتصال بها إلا وقت البث المباشر لهذا البرنامج، لأنه الرقمين تستخدم في برامج أخرى. على كل حال مشاهدي الكرام غدا إن شاء الله في نفس الموعد لقاء جديد معكم ومشاركين جدد وفائزين أيضا جدد وجوائز قيمة. من سيصل إلى البرنامج إن شاء الله لن يخرج خاسرا على الإطلاق. دمتم ودام الوطن بخير، تقبلوا تحيات فريق العمل وفي مقدمتهم مخرج العمل، دمتم بخير. هذه اليمن هذه اليمن تاريخها مقطوع على جدار الزمن، من عهد بلقيس وثبات، وأروى التي ملكت عدن، وعهد سيف بن دياز